تعالى ننتقل لمجلس النواب. النهارده بدأت الجلسات يمكن الأخيرة في شهر مارس، تستمر النهاردة ويوم الأربع ويوم الخميس. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة النهاردة برئاسة سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل معاد استحقاق العلاوات الدورية ومنح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كمان زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات. معانا على التليفون سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، وكل سنة وحضرتك طيب وكل المشاهدين بخير كده بحلول شهر رمضان الكريم. صوتك مش قد كده ليه يا سيادة النائب؟ والله يعني كلنا يعني كان نفسنا المنتخب يتأهل يعني النهارده، بس الحمد لله يعني هم عملوا اللي عليهم يعني. الحمد لله الحمد لله. طب كنا عايزين نتكلم معاك على مسألة إقرار القوانين اللي حصلت النهارده واللي كلها من الآخر متعلقة بعلاوات المصريين، علاواتنا جميعا، سواء إذا كانت علاوات العاملين أو علاوات أيضا واستحقاقات للمستفيدين من أصحاب المعاشات وغيره. طيب، هو خليني أقول لحضرتك كده ونشرح القانون سريعا. وطبعا القانون جاب تكليف من فخامة السيد الرئيس للحكومة، وده يمكن أولى خطوات السيد الرئيس في حزمة الحماية الاجتماعية اللي بيحاول يوجه بيها الحكومة للتخفيف على المواطن طبعا. وده كان نتيجة يعني بتتحملها الدولة المصرية لأسباب خارجة عن إرادتها، لأن زي ما حضرتك عارف احنا بنتكلم في تضخم عالمي في بنسب كبيرة جدا، وده ليه أثر طبعا على الدولة المصرية، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية اللي برضو عملت ارتفاع في الأسعار. ويمكن التعجيل بصرف العلاوة بحيث ان هي المفروض هو القانون ده يعني قانون سنويا بيتم اصداره من مجلس النواب بعد ما الحكومة بتتقدم بيه، ده مش حاجة جديدة، وبيبقى موعده بيبقى من 1/7. يمكن التعجيل بالثلاث شهور دول ان هي تبقى من 1/4 هو ده احد الاجراءات الحماية المجتمعية. يمكن حضرتك ذكرت للسادة المشاهدين في بداية كلام سيادتك إن العلاوات دي هتبقى علاوات لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكمان المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في زيادة حوافز كمان إضافية للعاملين، ومنحة زي ما حضرتك قلت للشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، طبعا في زيادة للمعاشات. هو كمان مش بس الفايدة من مشروع القانون اللي عرض على المجلس اليوم بس في تقديم الموعد، لا كمان في نسب الزيادات. صحيح، بنتكلم على يعني لان الناس بتتخيل تقول لك طب ما هي ما جاتش من ثلاث شهور، لا مش بس ثلاث شهور انت بيزيد لك دخل، لا ده كمان نسبه الزياده السنويه اكثر من القوانين اللي كانت بالسنين السابقه. بتتكلم مثلا على نسبه زياده علاوه المخاطبين باحكام القانون الخدمة المدنية، هي كانت تقريبا بتبقى 7% زادت بقت 8% اللي احنا قررناه النهارده بقينا 8%. تتكلم بحد ادنى 100 جنيه شهريا برضه حصل زيادة في النسبة اللي العاملين الغير مخاطبين كانت بتبقى 13% هتبقى الزيادة 15% من الأجر الأساسي، وده برضه بنسبة زيادة كويسة. نتكلم كمان على الحوافز الإضافية، بتتكلم من الدرجة الرابعة واحنا نازلين بتتكلم 175 جنيه 225 جنيه للدرجة المالية الثالثة، 275 للدرجة الثانية، 325 للدرجة المالية الأولى، 350 لدرجة مدير عام، وبتوصل بعد كده 400 جنيه للدرجة الممتازة. وإذا يعني اتجهنا لأسعار المعاشات الزيادة برضو كانت وصلت ل 13%. وفي برضه نقطة مهمة جدا ضافها القانون، إن هو كل الناس اللي هتطلع معاش من شهر 4 لغاية 30/6 برضه هيستفادوا بالعلاوات والزيادات اللي في
اللي اقروا القانون، وان شاء الله بكره المجلس يمكن هيناقش قانون تاني يساهم في تخفيف الاعباء، قانون العمل الاهلي، مؤسسات العمل الاهلي بمد مده توفيق الاوضاع، وده برضو هيساهم لان مؤسسات العمل الاهلي ليها دور مهم برضو في الحمايه الاجتماعيه، ومفيش اي تنميه تحصل من غير المثلث الذهبي للتنميه اللي احد اضلاعه صحيح الحكومه ومؤسسات العمل الاهلي. صحيح صحيح، انا بشكرك جدا 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 يا سياده النائب، وهون على نفسك، خفف على نفسك، احنا لعبنا ماتش حلو وعادي تتعوض باذن الله في اللي احسن من كده. اشكرك جدا سياده النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.